سأعود لحضرتك بالمحور العربي لو تسمح لي. انضم إلينا عبر الهاتف من موسكو سيادة السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا. سيادة السفير أهلا بك، كل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا فندم، كل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بخير. كان هناك زيارة هامة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا في أكتوبر، زيارة مختلفة، كان للرئيس كلمة هامة بما أو لما يسمى البرلمان الروسي، وهو أول رئيس أجنبي عن الدولة الروسية يلقي كلمة من هذا المنبر. كيف ترى شكل العلاقات، تنامي شكل العلاقات بين الجانب المصري والروسي خلال عام 2018؟ الحقيقه عام 2018 كان عام مميز في العلاقات، وما انجز فيه كان كثير. طبعا كان توج بزياره السيد الرئيس الى موسكو وسوتشي، الفعاليات اللي تمت خلال الزياره وخصوصيتها، سواء الكلمه اللي القاها السيد الرئيس في مجلس الفيدراليه كاول رئيس اجنبي على الاطلاق يلقي كلمه من هذا المنبر ويخاطب ممثلي الشعب الروسي بشكل مباشر، اللقاءات الاخرى اللي تم في موسكو، لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الوزراء الروسي رئيس وزراء ميدفيديف، وفي سوتشي اللقاء القمه، وما اتسم به من ود وخصوصيه شديده يعني غير مسبوقه. كانت مسار التعليقات كل المعلقين اللي تناولوا الزياره. الحقيقه الزياره وخصوصيتها ومدى الدفء اللي اتسمت بيه، والاكثر من ذلك النتائج اللي تمخضت عنها، يعني سواء توقيع اتفاق الشراكه الشامله والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، او اتفاقات او اتفاق المشاورات الاستراتيجيه بالوزارات الخارجيه، او اعلان الرئيسين لعام 2020 عام للتعاون الثقافي والانساني بالبلدين، ودي المره الاولى اللي ينظم فيها مثل هذا الحدث طوال عام كامل على الاطلاق منذ انشاء العلاقات الدبلوماسيه عام 43. نعم. النتائج كانت جيده ومرضيه، ويعني كانت لافته للمراقبين خلال العام. طبعا ايضا شيء حصل، عدد من المحطات الرئيسيه اللي عكست تماما في العلاقات. احنا بنحاول نرسل العلاقات بشكل يحقق مصالح الطرفين وبشكل راسخ ومستدام. اتفاق المنطقه الصناعيه الروسيه، وهي المنطقه الصناعيه الاولى لروسيا خارج حدودها، تم توقيعه وصدق عليه في البرلمانيين. الطيران المباشر من العاصمتين اعيد، ومنخرطين الان في استعاده الطيران المباشر لباقي المطارات. في يوم 15 يناير ان شاء الله تبدا الجوله الاولى من مفاوضات التجاره الحره بين مصر والاتحاد الاوراسي. وده ايضا سيمثل نقله نوعيه في علاقتنا بالدول الخمسه الاعضاء. نعم. شاهدنا طفرة في حجم التبادل التجاري ونوعيته. بدأنا نرسم شراكة تصنيعية بالشركات المصرية والشركات الروسية، شراكة مميزة استفادة من موقع جغرافي لمصر، إمكانياتها التصنيعية، أيد العاملة الماهرة، محور قناة السويس وما يقدمه من مزايا. يعني هناك الكثير اللي تحقق خلال 2018، وان شاء الله بنتطلع للمزيد في 2019. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير على كل هذه المعلومات يا فندم. سيادة السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا.